حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم. نشكر لك سمو الأمير تواجدك معنا في هذه الحلقة، وأعطيتنا من وقتك ألف ألف شكر. إذا كلمة تحب تقولها تفضل سمو الأمير. سألني بعض الأخوان عن انطباعاتي، حقيقة أحب أن أبدي شعوري تجاه هذه المناسبة وتجاه هذه الوجوه المباركة وفي هذا اللقاء المبارك. أنا سعيد جداً الحقيقة أن أكون بينكم في هذا المساء ونحظى بهذه الفعاليات الوطنية الرائعة. حقيقة أريد أن أوضحها، وهي أن قنوات الساحة أثبتت وجودها بشكل كبير وأصبح لها بصمة واضحة في مسيرة الإعلام السعودي. هي قناة خاصة بلا شك، لكن نحن السعوديين ننظر لها نظرة تقدير واعتزاز، لأنها تبدي وتخرج لنا منتج إعلامي محترف. لها دور كبير، القائمين عليها فيهم من المواطنة الشيء الكثير، وعلى رأسهم الأخ ناصر القحطاني وزملائه الكرام. أنتم جميعاً الأخوة المشاركين، سواء من الشعراء أو من القائمين أو من المخرجين أو من المعدين، لكم دور كبير، وهذا بلا شك يعطينا حافز بأن هذه القناة ورجالها سيكونون دعماً للإعلام السعودي. تشيرون في هذه الناحية إلى هذا الوطن، إلى قائد هذا الوطن، وإلى أمورنا التي يجب ألا ننساها جميعا. لكم جميعا التوفيق والسداد، وأرجو أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا لسمو الأمير فيصل بن بدر حضوره في افتتاح الحلقات الأولى من النسخة الرابعة في مسابقة شاعر المعنى. شفنا إمكانيات، شفنا قدرة، شفنا إنتاج جيد، وهذه لازم تقدر لكم. وسام شرف اعتز بطلع. ما شاء الله، شرب المطر شربة ها؟ شربة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطار وخير وجوون غير. الحمد لله، سلمك الله، الله يسلمك. شجعت الشعر والشعراء. شكرا الله يسلمك. الله يكثر من ذلك. إيه نعم، هذا الصفوف، هذا المخضرم ها؟ الله يسلمك. الليلة بل الوقوف أمام سمو. أجدت أن تشي صفوف ممتازة. الله يسلمك، الله يسلمك، وحنا نفتخر والله. أهلا وسهلا. هذا ما بغيته ترى شاعر. الجلطة والمحاورة. هي عندكم إياه. مساء على خير يا عمرك، موفقين لنا لقاء إن شاء الله. نشوفكم دائما على خير، تواصل مستمر. هلا هلا. حفيد. أوه ما شاء الله. حي على ولد الدكتور عيسى. مساء على خير. مساء على خير طال عمرك. جيتكم خير، خير ومطر. الله يبارك فيك، جيت طال عمرك. حقيقي ابداع. كويس كويس، خلص خلص.